كما أنها تجسد توجهات السلطات العليا للبلاد وعملاً بتعليمات السيد وزير المالية التي تندرج ضمن مخطط الرقمنة الشاملة لقطاع المالية بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتلبية لاحتياجاته والارتقاء بها إلى مستوى تطلعاته. تجدر الإشارة في هذا السياق أن مساعي المديرية العامة للضرائب ضمن استراتيجيتها الرامية إلى رقمنة جميع مصالحها وتماشياً مع عصرنة هذه المصالح قد تكللت خلال السنوات الأخيرة بتحقيق جملة من الإنجازات.